مرحبا، إذا كنت عم بتلاقي صعوبة بالتخلص من دهون الكرش، جربي هالخلطة بمساعدة كمون. المكونات لهالخلطة هن كبيتين من المي بالإضافة لملعقة صغيرة من الكمون الحب. نغلي المي لمدة 3 دقايق ومنضيف عليها الكمون لمدة 5 دقايق، منتركهم يغلوا. منصفي المي من الكمون بالمصفية ومنتركه يبرد شوي. الكمون بيقاوم الإحساس بالجوع وبيساعد بعملية الهضم كمان. ما تنسى تشاركينا تعليقاتك واقتراحاتك على فيسبوك وتويتر، تعملي سبسكرايب لليوتيوب شانل. باي.